السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، بصوا الموضوع ده أنا مترددة بقالي 3 4 أيام. الموضوع قدامي وكل الناس بتتكلم عنه وبتعمل تغطية للخبر، وأنا كنت المفروض أتكلم عنه. حتى في ناس بعتولي وقالوا لي أنت ليه ما طلعتيش حكيت الموضوع ده، بس أنا كنت مترددة أو كنت مش عايزة أتكلم في حاجة زي كده، أو كنت التفاصيل بتاعة الواقعة دي صعبة صعبة بمعنى صعبة. فلدرجة وصلت معايا لدرجة ان لما كان بيجي الخبر على التلفزيون او بيجي الخبر اشعارات منه على الموبايل كنت بحاول الغيها، كنت مش عايزة اخش في اي تفاصيل او اسمع اي تفاصيل في الواقعة دي. لغاية النهاردة لما قلت ليه انا ممكن اتكلم في الموضوع، بس من ناحية ان انا يعني بنصح الناس او بديكم موعظة او بتكلم معاكم بصوت عالي وبفهمكم وبقول لكم مثلا خطأ بتاع شخص بحكي لكم عليه عشان بلاش تقعوا في نفس الخطأ اللي هو وقع فيه. بجد واقعة مؤلمة، واقعة سيدة الشرقية. بجد السيدة اللي انتوا كلكم عارفين ان هي تخلصت من ابنها بطريقة بشعة. هقول لكم التفاصيل وهحاول اقول لكم الموضوع بس من غير ما اضايق مشاعر حد. في ناس يا جماعة ضعيفة، في ناس نفسيتها ما تستحملش زي كده. انا نفسيتي ما تستحملش حاجات كتيرة قوي، يعني ما اقدرش اخش في تفاصيل، ما اقدرش احكي بطريقة انتوا فاهمين. يعني لو حد اتخلص من حد او حاجة زي كده ما اقدرش ان انا اقعد اقول لكم عمل كذا وعمل كذا وبعد كده عمل كذا. الحاجات دي ما بعرفش اتكلم فيها. في دي قدرات بني ادمين. في ناس جامدة وشديدة وممكن تتكلم معاكم وتحكي التفاصيل وتقول ده عملت كذا كذا وقامت عملت كذا كذا والكلام ده كله، لكن في ناس تانية من عند ربنا بتبقى نفسها ضعيفة، أو مش نفسها ضعيفة، بتبقى في حاجات يعني ما بتعرفش تتكلم فيها، أو بمعنى أصح ما تقدرش تتكلم فيها. اعذروني أنا هحكي لكم الموضوع بس بطريقة ما تضايقش حد. بصوا يا جماعة هقول لكم الأول الخبر زي ما نازل أو زي ما مكتوب، وبعد كده أحكيه لكم أكني بحكي مع اصحابي. الموضوع يا جماعه من اوله بيقول لك شهدت قريه ابو شلبي التابعه لمدينه فقوس بمحافظه الشرقيه جريمه بشعه خلال الساعات الماضيه، بعدما اقدمت سيده تبلغ من العمر 29 سنه على قتل ابنها او تخلصت من ابنها اللي عنده 5 سنوات، ثم قامت طبعا بتقطيع والكلام ده كله، وانتوا عارفين الموضوع فمش عايزه اخش في تفاصيل صعبه. وبسبب معاناتها مع مرض نفسي، قالت ان هي مريضه نفسيه. بيقول لك كشفت التحريات الاوليه عن ان السيده من فقوس تبلغ 30 سنه تخلصت من ابنها الصغير اللي عنده 5 سنوات. كمان انا برضو عماله يعني افلتر لكم الخبر. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية أخطار يفيد بورود بلاغ بضبط سيدة تبلغ من العمر 30 سنة ربة منزل اسمها هناء محمد متهمة بقتل ابنها اللي عنده 5 سنوات. وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ حوالي 3 سنوات، وتبين أن السيدة كانت تعيش رفقة ابنها في منزل بقرية أبو شلبي التابعة لمركز شرطة فقوس في الشرقية، وأنها قد أقدمت على التخلص من ابنها اللي عنده 5 سنوات بعدما أنهت حياته خبطته كم خبطة كده بخشباية، ولما لقيته مات قامت عملت فيه اللي انتوا سمعتوه على موقع التواصل الاجتماعي. بيقول لك جرى ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة فقوس التي اخترت لمباشرة التحقيق فيما جرى التحفظ على ما تبقى من الطفل، واعترافات الأم في أقوالها في النيابة بقتل ابنها بذات الطريقة البشعة، ثم اقدمها على كذا كذا. بصوا يا جماعة انا هحكي لكم عشان الخبر فيه زي ما قلت لكم تفاصيل صعبة. بصوا الست دي اسمها هناء محمد عندها 29 سنة، كانت متجوزة من شخص وفجأة خلعته، مش اتطلقت، هو ما طلقهاش، هي رفعت عليه قضية خلع
وخلعته وسابت له البيت ومشيت. كانت قاعدة في قرية جنب القرية بتاعت أبوها اللي هي فقوس أو أبو شلبي. لما اتخلعت طبعا منه فرجعت تاني لبيت أهلها. كانت مخلفة منه ولد اسمه سعد عنده 5 سنوات. راحت عشان تقعد مع أهلها تاني بعد الخلع. أول ما راحت بعد كام شهر، بعد 6 شهور بالظبط، أبوها مات. أبوها ده كان كل حاجة في حياتها أكتر من أمها وأخوها. هي في البيت عايش أبوها وأمها وأخوها، وبعد ما خلعت زوجها رجعت تعيش مع أبوها وأمها وأخوها. بعد 6 شهور من الرجوع أبوها مات، أبوها اتوفى. بعد ما أبوها اتوفى أخوها حط إيده على المراس وكان بيضايقها، وكان بيضايقها في العيشة، ما كانتش عارفة تعيش معاه ولا هو ولا أمها. أمها كانت برضو شديدة معاه، وكان زي عندهم اللي بتطلق من زوجها بتبقى مشكلة، ومحدش بيبقى طايقها في البيت، بس مش كله، هو البيت ده بس، مش كل المكان أو مش كل الشرقية، لا المنطقة دي الأسرة دي بس. فالأسرة دي بتقول لك ما عرفتش تعيش من أبوه مع بعد وفاة أبوها مع أمها وأخوها. كلمت عمها وقرايبها والناس الكبيرة، تعالوا هاتولي مراسي والكلام ده كله، أنا مش هعيش معاهم. وفعلا عمها والناس المختصة، الناس الكبيرة يعني في العيلة والناس اللي بتفهم واللي ليها كلمة عليهم، جم وقالوا لأخوها هات حق هناء عشان هي مش هتعيش معاك. وفعلا ادوها حتة أرض هي بعيدة عن بيت أمها وأخوها شوية، وبنوا لها بيت وقعدت فيه هي وسعد. الجيران بيقولوا لك ان هي كل يوم كانوا بيسمعوا صوت سعد، الواد على طول بيعيط، وان هي خلقها ضيق، وان هي بتتعصب وبتقوم تضربه والكلام ده كله. البنت لما بنت بيت لوحدها كانت بتنزل تشتغل وترجع عشان تجيب ايه مصاريفها هي وايه هي وابنها لحد كده، وهي ست مجتهده وست محترمه وست ايه. بيقول لك بقى ان الجيران لاحظوا ان هي خلقها ضيق، على طول كانت بتضرب الولد والكلام ده كله، وكانوا بيسمعوا صوته وكانوا بيخبطوا ويحوشوا، لا بلاش تضربيه والكلام ده كله، الاطفال في السن ده بيبقوا شقيين ومش عارف ايه والكلام ده كله. لغايه ما في يوم سمعوا برضو نفس المشاجره بينها وبين ابنها، وفجاه الواد صوته اختفى. فالجيران قالوا يمكن خلاص ناموا بقى وسكتوا وبطلوا ايه خناق مع بعض. الجيران قالوا ان هم قعدوا يوم كامل ما يشوفوش هناء ولا ابنها يلعب قدام الباب زي ما كان بيلعب. فالجيران راحوا لمين؟ لعمها. تعالى يا عم شوف بنت اخوك بقى لها يوم كامل مختفيه، لا يكون حصل لهم حاجه جوه. فالراجل جه خبط خبط خبط، هناء ما بتردش، خبط خبط ما بتردش، رن على اخوها وامها تعالوا شوفوا بنتكم ما بتردش، لا يكون جرى لها حاجه هي وابنها جوه في البيت. راح اخوها كسر الباب ودخل. دخلوا لقوا هناء قاعدة وحط حلة أكنها بتطبخ. فين ابنك؟ قالت له ده خرج بيلعب. لا الواد ما خرجش. الجيران قالوا إن الواد ما خرجش بقاله يوم كامل، فين الواد؟ بالتفتيش أخوها يفتح الدولاب، عمها يدور هنا يدور هنا، لقوا جرادل فيها زي ما أنتوا عارفين. أنت عملتي كده ليه؟ وأنت إزاي تعملي كده؟ أنا زي ما ولدته من بطني رجعته البطن. إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ زي ما ولدته انا رجعته البطن. كانت عايزه تعمل مجنونه. النيابه العامه طبعا هم بلغوا الشرطه، اتصدموا صدمه. لو اقول لكم القريه دي كلها لغايه دلوقتي مصدومه من اللي حصل، كلمه قليله. اتصلوا بالشرطه وجم خدوا هناء، ومع التحقيق معاها قالت انا الواد كان بيزعق بيعيط ومش عارف ايه، وانا مخنوقه وخلقي ضيق، وعرفت ان جوزي هيتجوز فاتضايقت وخفت لا ياخد مني الولد، فالواد بيعيط مش عارف ايه، بقول له اقعد اقعد، ضربته بالخشبيه كده مرتين ثلاثه، الواد وقع، عرفت ان هو اتوفى. بعديها لقيت نفسي مش عارفه اعمل ايه مش عارفه اعمل ايه. الجيران عمي بيخبط، رحت عامله كذا كذا وكني كنت بطبخ، وزي ما كان في بطني فحبيت ارجعه بطني. انا مش عايزه اقول لكم تفاصيل، بجد مش عايزه احكي لكم اقول لكم عملت 1 2 3 في الواد والكلام ده كله، صعب، التفاصيل صعبه، انا مش مصدقه
مش مصدقه بجد. انا لو اقول لكم قلبي وجعني وحياه ربنا انا مش مظبوطه من ساعتها والله. لو اقول لكم انا نفسيتي تحت الزفت وباين عليا وتحت عيني ومرهقه ومش عارفه انام من ساعه ما سمعت تفاصيل الواقع. انا حكيتها لكم بس من على الوش زي ما بيقول، ما دخلتش في المعاميع. طبعا ما حدش يقول مجنونه ولا مهتزيه نفسيا ولا مريضه، كشفوا عليها وحولوها على الطب الشرعي وعرفوا ان هي مش مجنونه. التفاصيل والواقعه وكل اللي حصل والكلام والتحقيقات والاعترافات والشهود بيقولوا ان دي مش مجنونه، والكشف عليها مش مجنونه في كامل قواها العقليه. ازاي واحدة في كامل قواها العقلية تعمل كده في ابنها؟ بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومفتري. على فكرة الأم دي هتتحاكم محاكمة جنائية عاجلة، وإن شاء الله أطلع أقول لكم إن تم إعدامها. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا حبيت أحكي لكم الواقع من غير ما أذي مشاعر أي حد، والتفاصيل بجد بشعة، فما قدرتش إن أنا احكيها لكم زي ما ناس كتير قوي حكيها. لا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناه. خلي بالكم من ولادكم يا جماعه، ده هم حته من قلبنا، ده زي ما بيقولوا كده القطه بتخبي عيالها. لا حول ولا قوه الا بالله، دي مش بني ادمه، وانا اتمنى ان هي تتعدم في اقرب وقت ممكن. لا حول ولا قوه الا بالله.